تتمتع الجوارح بقوة إبصار فائقة تفوق بقية الحيوانات والطيور، حيث تمتاز عيون الجوارح بالاتجاه للأمام بشكل أكبر، وهذا ما يمنحها مجالاً أوسع للرؤية بالعينين معاً على عكس عيون الفرائس كالحمام والحبارة التي تقع على جانبي الرأس. فعين الصقر كبيرة الحجم نسبياً عند مقارنتها بحجم الرأس، إذ تحتل عيناء الصقر مساحة في الرأس تمثل 15 ضعفاً ما تمثله العينان في رأس الإنسان. كما أتاحت الفقرات العنقية للصقر تحريك رأسه من الأعلى للأسفل وإدارتها على محوره بدرجة تقارب 360 درجة. ولعل نوم الصقر ما يبرهن حركة العنق الدائرية، فحين يخلد للنوم يلف رأسه كاملا للخلف بحركة مرنة ويبقى على ذلك فترات طويلة. كما تعمل حركة العنق المطاطية دورا هاما في ترتيب وتنظيف الريش، فالصقر كسائر الطيور يولي الريش اهتماما وعناية خاصة، فهو يقوم بالانتفاض والارتعاش وذلك في لحظات الاسترخاء لترتيب ريشه. كما ينسل بمنقاره مادة دهنية من الذيل تكسب الريش نظافة وليونة ومظهرا أنيقا في الشكل العام. تبدل الجوارح بشكل عام ريشها مرة في السنة، وهناك أنواع مختلفة من الريش يقوم كل واحد منها بمهمة خاصة. تعد المناقير المعقوفة الصفة المشتركة بين الجوارح والخط الفاصل في تمييز الطيور في مختلف أنحاء العالم، فهذه المناقير تستخدم في التهام الفريسة وتقطيعها بالحجم الذي يسهل ابتلاعها. وعلى الرغم من أن هذه المناقير تعتبر سلاحاً مرعباً لدى الجوارح، إلا أن المخلب هو السلاح الحقيقي في الإمساك بالفريسة وقتلها. قد يأكل الصقر أجزاءً من الريش والعظام لفريسته، إلا أن جهازه الهضمي يعمل على تخليص المعدة من هذه المواد غير القابلة للهضم عن طريق استفراغ كريات ملساء بيضاوية تخرج عادة قبل وجبة اليوم التالي، كما تساعد هذه الكريات على فرك وتنظيف جدار المعدة. إن الفوارق الفردية تظهر بوضوح بين الصقور كسائر المخلوقات الأخرى كالإبصار والشجاعة والسرعة، كما تفضل إناث الصقور على ذكورها لكونها أكبر حجماً وأجمل منظراً، وذلك تصديقاً للمثل الشائع خير الصقور إناثها. كما يحرص القناصة على اقتناء الفرخ، وهو الصقر في عامه الأول الذي يمتاز بريشه الحديث المتجانس بلون واحد وبمخالبه التي تميل بين الأزرق والأخضر. أما القرناس فهو كل من تعدى عامه الأول ويبدو ريشه أقل تجانسا من الفرخ، فضلا عن مخالبه التي تبدو صفراء اللون. كما أن الفرخ قليل الخبرة في الطبيعة مما يجعله أسهل تدريباً مع المروض، ففي وقت قصير يصبح مطيعاً أليفاً دون أن يفقد شيئاً من شجاعته وإقدامه، ويتعلم مهارات الطيران المختلفة عبر الملواح، وذلك على عكس القرناس الأكثر خبرة في الطبيعة مما يجعله أقل استجابة للمروض من الفرخ. تتعدد أنواع الصقور وألوانها ومواطنها، ولعل الصقر الحر أشهرها وأكثرها تأقلماً في الصحراء العربية، حيث يمتاز بريشه الناعم وهو المفضل تقليدياً عند الصيادين العرب.
فهذا الصقر صياد شجاع مقدام يتمتع بالذكاء في ملاحقة الفرائس، كما يحسن الاختيار الدقيق في القتال الجوي حين يمسك بفرائسه في الهواء ويسقط بها على الأرض. كما تعرف الحرار من الصقور بمقدرتها بخاصية القتال الأرضي، فالأرنب البري يعرف بسرعته الفائقة وبقدرته على المراوغة، إلا أن الصقر الحر بتحليقه على ارتفاع منخفض وبأسلوبه الخاص بالمطاردة والإمساك يجعله بارعاً في المنازلات الأرضية حتى لهذه الطريدة المراوغة.